أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم سر الفكرة. في كل حلقة راح نستضيف متجرين، متجر خاص بالمأكولات ومتجر آخر خاص بالحرف اليدوية أو كل ما صنع بحب. وأولى فقراتنا فقرة أسرار المنسوجات والمصنوعات. جميعنا نعلم مدى إسهام الأعمال اليدوية على تطوير الذات والتخفيف من القيود والضغوطات النفسية التي يعاني منها الكثير من الناس، والسبب يعود إلى ما تتركه تلك الأعمال من أثر طيب في نفس الشخص العامل بها، كما أنها أصبحت مصدر رزق للبعض الآخر. مبدعتنا اليوم شهد فليحان، صاحبة متجر بيناز. أهلا وسهلا بك شهد. أهلا فيكم، نورتينا اليوم في الاستوديو. بنوركم. طيب أولا شهد، عرفينا بنفسك، مين شهد؟ هي إنسانة طموحة تحب الهدوء غالبا في عالمها الخاص. ما شاء الله، ممتاز جدا. طيب شهد، متجر بيناز إيش اللي بيقدمه للناس؟ فكرة متجر بيناز في البداية كانت الأعمال بالخرز، أول شيء أعمال يدوية بالخرز. حلو، يعني بدايتك كانت أعمال يدوية بالخرز. بالخرز. أيوة. وبعدين أنا شوي شوي تطورنا وجبنا أكسسوارات جاهزة. حلو. من هنا يعني بدأت الشهرة حق المتجر. من هنا بدأت، يعني لما بدأت تعمل اكسسوارات صار في إقبال عليك، صار في طلبيات أكثر. أيوة، بشكل مبالغ يعني. حلو. ما توقعنا. طيب. فبعدين حاليا نوفر أعمال بالأكريليك وطباعة بالفينيل. حلو، إيش اللي خلاك تغيرين المجال أو إنك تتوسعي أكثر؟ هل في إقبال؟ هل في ناس بتقولك ليه ما تسوي كذا؟ أو ناس تطلب منك أشياء مش موجودة بعدين توفريها؟ لا، يعني كان في إقبال بنفس الوقت. حلو. يعني عشان الإقبال وبنفس الوقت حبيت إني نطور المتجر وحابة إنه فكرة المتجر يكبر. ممتاز جدا. طيب متجر بيناز، في سؤال أنا دائما أسأله لأصحاب الحرف اليدوية، اسم المتجر متجر بيناز واسم البرنامج سر الفكرة، إيش سر الفكرة في متجر بيناز؟ إيش اللي خلى اليوم شهد تقول جاتني الفكرة وأنا بفتح متجر بيناز؟ الفراغ اللي كان موجود. حلو. يعني كنت في صف تاسع بعد ما خلصت المدرسة، حبيت إني نملي الفراغ الموجود، مش عارفة إيش أسوي. كان عندك كمية فراغ، فأنت أيوة. قلتي خليني أفتح هذا المجال بحكم إنك أنت تفهمي فيه. أيوة. طب أنت كيف تعلمتي هذه الأشياء؟ هل دخلتي دورة؟ لا. في أحد محترف علمك؟ لا، كان كله جهد شخصي ومتابعتي. حلو. للحسابات الأجنبية. ما شاء الله، يعني كل هذه مجهودات شخصية. أيوة. يعني لا دخلتي لا دورة. لا. ولا أحد محترف يوتيوب. علمك. لا. ولا تابعت يوتيوب؟ لا. يعني كنت بتشوف المشهورين اللي بيعملوا هذه الأشياء وتعلمت منهم. أيوة. ما شاء الله، يعني في ناس جالسة في بيوتها ما هي عارفة، تقول لك لا في وظائف والبلد وضعه سيء وما عارفين إيش نسوي وجالسين في بيوتها، وأنت ما شاء الله رغم كل شيء ما خلت شيء يوقف في طريقك وأمليتي فراغك بشيء يعجبك. أيوة. وتعلمت بنفس الوقت ما حد يخلي وقت فراغه، يعني صح لازم يملا. صح، طبيعي الواحد لازم يملا وقت فراغه. أيوة. طيب ما شاء الله انا شايف هذه اليوم هذه كلها انت تسويها من نفسك. نتعامل مع معمل، يعني ما عندي اجهزه في البيت. أيوة. لكن اني متعامله مع معمل يجهز لي اياها. حلو، يعني انت بتعملي تصميم معين. أيوة. حسب ما يطلب منك الزبون. أيوة. هل في تصاميم خاصه لك ولا كلها تصاميم بيطلبها الزبون؟ لا، في تصاميم خاصه نزلناها وفي تصاميم يعني كانت من قبل الزباين. طب هل مثلا انت عندك هذا دحين الان من تصميمك؟ ايوه. طب هل انا ممكن هذا من تصميمك انا اقوم اضيف عليه اضافات ثانيه؟ ايوه ممكن، انك ممكن يعني تلغي الدرج حق المبخره تلغيه. حلو، اضيف اشياء ثانيه اعمل عليه اضافه. ايوه، في زباين لغه وفي زباين اضافوا قطع ثانيه يعني اضافيه في المبخره. يعني صراحه يا جماعه شايفين كيف صراحة في إتقان في الشغل، ما شاء الله تبارك الله، حتى الفكرة حلوة. يعني هذا الدرج مش ممكن نحط فيه بخور. نحط نفس البخور. بخور. أيوة. يعني هذه تكون عدة البخور. أيوة. حلو، تكون البخور هنا والمبخرة عندي هنا. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. من فين بتجيك الأفكار؟ يعني بتشوفي زي ما أنت قلت المقاطع، هل في أشياء أنت شفتيها على أرض الواقع بس غيرتي الفكرة؟ لا، ما شفت أشياء على أرض الواقع. يعني بس كل عندك أشياء يعني جديدة. أيوة، يعني بس متابعتي للحسابات اللي برا نلتهم منهم الأفكار ونحاول نطبقها
بتطوريها. بس أيوة يعني بطريقتنا نحاول نطبقه بطريقتنا مية نفس الطريقة. يعني تحطي بصمة متجر بيناز. أيوة. لأنه صراحة أي أحد يبغى شيء مختلف مو موجود في السوق يجي على متجر بيناز. أيوة. هيحصل كل شيء جديد. ما شاء الله وأنا شايف إن عندنا هذا إيش يعتبر؟ استاند البصمة أو استاند البصمة. حلو. هذا اللي عندهم خطوبة وعندهم كذا شغلات. أيوة. صح؟ أيوة بيتزوجون برضه. ما شاء الله تبارك الله. بتعمل الاسم حسب الطلب. أيوة حسب الطلب. طيب بسألك سؤال، أنت متجرك بعد سنة أو سنتين أو خمس سنين فين حاب المتجر يوصل؟ إيش طموحك؟ يكون واصل للعالمية. حلو. ويكون مشهور أكثر من كذا. حلو حلو. ما في شيء مستحيل، ما في شيء. لا هو أنت ما شاء الله وصلتي لإنجاز يعتبر إنجاز عظيم. أيوة. فما في شيء يوقف في طريقنا وإن شاء الله نشوفك يوم من الأيام في العالمية. إن شاء الله. اسم كذا كبير متجر بيناز. إن شاء الله. ما شاء الله. طيب مين أكثر شخص بيدعمك؟ أكثر شخص بيدعمك. يعني أول بداية مشوارك، أول ما بدأتي بيشوفه بيشجعك بيدعمك ما شاء الله حلو كذا وكذا. أيوة تعالي نسوي ونسوي. يعني أختي. أختك. أيوة. ما شاء الله. كانت بتساعدك في الأفكار ولا أنت كنت بتسوي الأفكار وبتعرضي عليها؟ لا يعني كنت ناخذ رأيها في كل شيء. حلو ممتاز. ما قد يوم زبون طلب من عندك طلبية ويوم الاستلام جاء قال لك والله أنا كنسلت الطلبية، صار لك هذا الموقف؟ لا الحمد لله. طبعا هذا الموقف أكثر موقف مستفز عند أصحاب المتاجر. أيوة. الحمد لله أنه ما صار لك. أيوة هو موقف مستفز صراحة. فعلا. طب قد صار لك موقف ثاني مضحك غير مضحك؟ يعني في زبونة مرة طلبت مني كمية كبيرة من السلاسل. كمية كبيرة يعني بمبلغ كبير؟ أيوة بمبلغ كبير، كان مبلغ كبير وايد وكنت في بداياتي. حلو. فجت قالت لي ما عجبني. قالت ما عجبها الطلبية؟ أيوة. قال هي طلبت أكريليك وحسبته معدن. يعني هي طلبت أكريليك وكانت تحس إنه حيوصل لها شيء معدن. أيوة. هنا الغلط منها. أيوة وني كاتبة في الوصف إنه أكريليك. أنا صراحة أخذت لفة المتجر تبعك ما شاء الله، يعني حاطة كل شيء بوضوح وكل شيء واضح. أيوة كل شيء بالوصف. بالنسبة للأسعار كيف تشوفي أسعارك؟ هل تشوفيها غالية رخيصة في متناول الجميع؟ لما نشوفه لا غالية ولا رخيصة، في متناول الجميع. يعني جميع الفئات يعني. مناسبة للكل، الكل. أيوة. يقدر يطلب من متجر بيناز. أيوة. طب إيش سر اسم بيناز؟ إيش يعني بيناز؟ الفتاة المدللة. الفتاة المدللة. أيوة. أنت اليوم الفتاة المدللة للبرنامج. أيوة. الله يسعدك. طيب زي ما قلتي أنت حابة توصل للعالمية. طب أيوة. في أشياء أنت بتسعي لها، يعني قاعدة تسعي لهذا الموضوع، قاعدة تطور من نفسك، في أشياء جديدة بتضيفيها كل فترة ولا خلاص هو اللي موجود في المتجر موجود؟ لا في حابة أني نطور الأشياء الموجودة وحابة أني نضيف أشياء جديدة. حلو. طب كيف كانت آراء الناس حولك؟ كلها إيجابية، ما كان في شيء أبدا سلبي الحمد لله. حلو. يعني هذا السلبي الوحيد اللي كان معاك ومش سلبي. أيوة. إنما كان سوء تفاهم. أيوة بالضبط. حلو. طب هل واجهتك صعوبات في بداية عملك؟ أيوة كانت العملة، لاني نوفر الخارج من برا كان اختلاف العمله هو اللي شيء صعب. بس حلو يعني انت كمان كنت تواجهي صعوبه في توفير الاغراض. ايوه يعني الخارج كنت تقولي انه مش موجود هنا. ايوه تطلبيه من برا. ايوه. طب لما تطلبيه من برا بسعر ما يكون غالي وتجي تبيعيه هنا مثلا بالاسعار. ايوه عشان كذا قلت لك اختلاف العمله كان صعب، يعني واجهنا حتى انه خساره في البدايه لما تعودنا على الوضع. صح هو في البداية الواحد حتى لو خسر شوية لكن في البداية الواحد يحاول إيش يكسب الزبون أكثر. أيوة. يكون زباين عنده بعدين يقدر إيش يحط سعر. أسعار. أيوة ثابتة. صح حلو ممتاز. طب إيش في كمان غير المبخرة غير الميداليات هذه؟ في سلاسل، في بروشات. في بروشات حق تخرج، حق بروشات حق تخرج. شوفي نحن. أيوة. دحين في موسم تخرج. أيوة. موسم حفلات التخرج. أيوة. فإيش تسوي للخريجين؟ دروع حق تخرج. حلو. سوين دروع. وفي بروشات حق تخرج. حلو. دي الحاجات بس. حلو. طب لو أنا مثلا كزبون يعني مثلا عندي حفل تخرج وبسوي دروع من عندك، تسوي كميات كبيرة يعني مثلا 70-80؟ أيوة نسوي. وعلى حسب التصميم اللي أنا أجيب لك إياه. أيوة نسوي بالكميات ونسوي حتى نعطي خصم يعني للكميات. حلو. كل ما زادت الكمية كل ما زاد الخصم. حلو. نسبة الخصم. حلو. يعني هذا مثلا كم سعره الآن؟ دي 15,000 في المبخر. 15,000. أيوة. يعتبر سعره مناسب جدا. أيوة. طب هذا 15,000 لو أنا جيت مثلا أخذت منه خلينا نقول 12 حبة درزة
لو اخذت حاليا من قد انسحر لك حاليا ما بتقدر تسعري بس يعني لو انا اخذت قصدي كميه كبيره هل بتحسبيه ب 15 ولا بتنزلي لي؟ لا اكيد لا يعني يمكن حتى انه يوصل لنص السعر احيانا. اوه ايوه زي دروع التخرج توصل لنص السعر لانها كميات كبيره تكون مثلا دائما حفلات التخرج تكون فوق ال 50 قطعه صح ولا لا؟ ايوه ما شاء الله شيء جميل. طيب ما تشوفي نفسك صغيره للمتجر هذا كله للاعمال الفنيه هذه كلها؟ لا يعني حسيت انه مناسب لعمري. حلو. طب كم عمرك ما شاء الله الان؟ حاليا 24. ما شاء الله تبارك الله. طب دارسه؟ لا خلصت التنوي وجلست في البيت نشتغل على المتجر. حلو. لا صراحه الشغل ابداع. حلو. طيب حابه توجهي كلمه اخيره للناس اللي تتابعك لاهلك المتابعينك؟ ايوه شكر خاص لاهلي ويعني اهلي بشكل عام شكر خاص لهم، وواحده صاحبتي اسمها لولو هي اللي كانت يعني في بداياتي خطوه ما شاء الله والمتابعين ما شاء الله والمتابعين بشكل عام والزباين اكيد اكيد اكيد. ونحن صراحه مبسوطين لوجودك اليوم معانا. الله يعطيك يسعدك. ألف عافية. شكرا. وجاء الوقت أنه نختم. طيب أعزائي المشاهدين كذا وصلنا لنهاية هذه الفقرة، نطلع لفاصل قصير ومن ثم نعود. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد الفاصل، وكالعادة بإبداعات مختلفة وأسرار لأفكار وقصص ملهمة علها تكون بوابة لأحد في يوم عشان يحط أول خطواته في الحياة بدون تردد. نستعرض كالعادة في حلقة اليوم نوعين من الإبداعات والأسرار الفكرية اللي بتفيدكم أكيد سواء أخذتوها قدوة لأعمالكم أو حبيتوا تسوونها لأنفسكم كشيء جديد. ونبدأ معاكم دائما بأسرار الطبخ اللي كلنا نحبها ونحب نطبقها ونجرب الجديد في عالمها. معانا وإياكم اليوم الشيف اللي لها من اسمها نصيب بإذن الله ممتاز محمد صاحبة متجر كراميل. تعالوا معانا نتعرف على الشيف وعلى ما تقدمه ونتعلم منها. أهلا وسهلا بك شيف ممتاز، نورتينا وشرفتينا اليوم في الاستوديو. أهلا وسهلا بك. طيب بداية عرف المشاهدين عن الأخت ممتاز، من هي الأخت ممتاز؟ ممتاز محمد ياسين عبد القادر معلمة حاصلة على شهادة البكالوريوس في قسم الأحياء، متزوجة أم لدي 3 أولاد، طبعاً امرأة مكافحة شغوفة طموحة محبة للحياة. ما شاء الله تبارك الله. طيب اسم برنامجنا سر الفكرة، ما هو سر الفكرة في متجر كراميل؟ سر الفكرة هي أن الطبخ هواية بالنسبة لي. ما شاء الله حلو. هذا هواية، كنت دائما أطبخ هذه الوصفات ووزعها على الأهل ونحاول نسمع لآرائهم وانتقاداتهم ونأخذها بعين الاعتبار. ممتاز. تشجيع الأهل لي أعطاني حافز، تشجيع الأهل دائما يشجعوني أهلي بإني نفتح متجر نفتح مشروع، هذا التشجيع أعطاني حافز ودفعني للأمان بإني نفتح فعلا هذا المشروع. ما شاء الله. وكانت يعني قبل ما نفتح المشروع كانت بدايتي أول بإني انطلقت بعمل وجبة بريك، هذه وجبة البريك وجبة غذاء لمنظمة جلوبال فيو، وكانت بالنسبة لي هذه يعني تجربة، أول تجربة لي كانت قاسية نوعا ما بحكم إنها كانت وجبتين في يوم واحد، لكن الحمد لله توفقت وخرجت بمجموعة من التجارب استفدت منها بعد ذلك في مشروعي. صح حلو. كنت ما شاء الله يوميا تنزلي وجبتين. ايوه كان بالنسبه للمنظمه كانت وجبتين وكان لمده يومين. لمده يعني يومين يعني مده يومين يعني كان ضغط بالنسبه لي بحكم اني اول مره، بس الحمد لله تجاوزت هذه المرحله ووقفوا بجنبي، وقفت صح. اختي وقفوا اولادي وزوجي والحمد لله. صح كمان الضغط هذا اللي انت تعرضتي له ساعدك وخلاك تتعلمي. أيوة. انه كيف انت مثلا لو جاكي زحمه جاكي ضغط بعدين مستقبلا كيف تتعاملي كيف مع الموضوع. وخرجت بمجموعه من التجارب يعني فعلا يعني الواحد سبحان الله قلت لازم نطور نفسي وننظر نتقدم للامام. اخذت دورات في مجال المأكولات، في مجال الحلويات،
أخذت دورة أيضا في مجال إدارة أساسيات إدارة المشاريع الصغيرة. كيفني بفتح مشروع؟ لازم تكون عندي خلفية، تكون عندي قاعدة بدور مشروعي، بعرف ربحي وخسارتي، وكيف بإمكاني أني نستمر في هذا العمل. أخذت دورة في استمرارية العمل. بعد ذلك أخذت دورة أيضا في مجال التغذية، لأن مشروعي كله عبارة عن غذاء. غذاء. كيف نحافظ على هذه الغذاء ونحفظه لفترة طويلة؟ وبعد ذلك أخذت دورة أيضا في مجال التدريب، دورة التي أو تي. حلو. والحمد لله وتحصلت من خلالها على شهادة مدربة معتمدة، وهذا كله كان بفضل من الله سبحانه وتعالى وتشجيع زوجي وأولادي وأخواتي، وخاصة أختي المهندسة ماريا. أختي المهندسة ماريا وزوجها المهندس بدر وقفوا بجنبي وقفة يعني كبيرة جدا. صح. كانوا دائما يدعموني، لا تكسرت شوية كده تدعمني للأمان. حلو. الحمد لله. الحمد لله. طيب بما إنه نحن قاعدين نتكلم على التجارب، كنت قبل شوي تتكلم على التجارب، ما قد حصل لك موقف هذا الموقف دائما يستفز أغلب أصحاب المتاجر؟ وأنا هذا السؤال أسأله لكل أصحاب المتاجر اللي يجوا عندي. ما قد يوم أحد طلب من عندك طلبية، يعني طلبية شوي كبيرة، ويوم تسليم الطلب ألغى الطلبية؟ أيوة حصلت. قد حصل معك شيء مستفز؟ صح. مستفز مرة. يعني إيش كان ردة فعلك؟ كانت خسارة بالنسبة لي وتعصبت، بعمت الحمد لله لعله خير، لأنه فعلا جبت الطلبية، جبت المواد بالنسبة للطلبية، وجالي اتصال جاهز. وجالي اتصال متأخر يعني في الليل انه الطلبية التغت. هنا المكونات موجودة عندك كله، بس انت ما بدأت. ما بدأت. حلو كذا، حلو. المكونات ممكن بعدين في طلب بس تاني. في طلب تاني. لا انا قصدي انك انت جهزتي طلب وقبل التسليم قال لك انا لا الحمد لله ما حصل، بس حصل اني جهزت المكونات واشتريتها. صح. وبعدين جي قلت خلاص الحمد لله لعله خير، هذه المكونات بحتفظ بها لطبخة اخرى باذن الله. الحمد طب لله. انت من هذا الشيء ما تعلمتي، ما اتخذتي اجراء مسبق مثلا؟ يعني أيوة. مثلا تاخذي عربون. ايوه. الحين صرت تاخذي عربون. قلت لك بعد ما دخلت هذه الدورات يعني صورت لازم ناخذ عربون. صح. لو معي مثلا طلبية زواج او اي حاجه ناخذ عربون مقدما، على الأقل هذا يكون تفادي الأخطاء اللي بقى. صح. بالضبط. تجنبها يعني. بحيث إنه هو لو ألغى. خسارات. بالضبط. لو هو ألغى أنت معك عربون. أيوة بالضبط. يغطي حاجتي. يغطي حاجتي. صح بإذن الله. طب ما شاء الله المتجر كم له معاكي؟ الآن المتجر لي من 2021 لحد الآن 5 سنوات تقريبا. 5 سنوات. خلال فترة دي 5 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. طب كيف شفتي ردة فعل الناس؟ كيف كانت آراء الناس، إقبال الناس؟ أيوة الحمد لله الكل كان يشكر في طبخي، والحمد لله ربي وفقني فيه، وما أكيد في انتقادات يعني بلاقيها، لكن الحمد لله نتجاوزها ونأخذها بعين الاعتبار. هذه الانتقادات اللي يعطوني إياها يقووني. صح. يقووني ويدفعوني للأمام. صح. لأن الإنسان يحسن من منتجي دائما، ولما نزل المنتج نحب أني نأخذ الآراء، أراء الجميع يعني قبل ما نخرج المنتج، علشان نعرف إذا كان في شيء أخطاء نتفاداها، مش ناخذ رأي واحد، ناخذ يعني مجموعة من حتى أصدقائي في العمل. صح. نحب نجيب لهم وندوقهم بعدين. حلو. نخرج المنتج حقي بعد يعني تجربة، هذا بعد تجربة تكون كبيرة جدا نخرجها مو مباشرة. ما شاء الله تبارك الله عليك. طيب بعد 5 سنوات متجر كرمل، وين تشوفين متجر كرمل بعد 5 سنوات؟ هل حنشوفه إن شاء الله في محل، في معرض، حنشوفه للعالمية؟ إن شاء الله نتمنى أن يكون لي محل صغير ونقدم فيه مأكولاتي وطبخاتي وندوق الجميع هذا الأكل اللي يوصف فيه الكل. حلو. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله يوم من الأيام نشوف عندك محل ونشوفك مبسوطة فيه بإذن الله. إن شاء الله. الله بإذن. طب أنت ما شاء الله تقولي أنك دخلتي وصرتي مدربة. أيوة. ما فكرتي أنك تدرب الناس، تعملي دورات؟ أيوة فكرت. تعلميهم الطبخ بالضبط. فكرت اني فعلا وبتشجيع من بعض زميلاتي اني لازم ننتهج هذا المنهج، لازم نقوم بالتدريب ما دام معي شهاده مدربه. ان شاء الله باذن الله ربي يوفق نحن وناخذ هذه الخطوه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب جاهزه ندخل للطبخ؟ ان شاء الله جاهزة. قبل لا ندخل للطبخ ايش معنا اليوم؟ طبعا معنا حلوى هنديه مشهوره، الجلاب جامون. الجلاب جامون. يا سلام. انا من عشاق هذه الاكله. ايوه حل يعني حلوى روعه. حلو. إن شاء الله. طيب ما شاء الله متجرك إيش يقدم من أكلات؟ يعني دحين تقولتي أكل هندي. أيوة في نقدم معجنات، نقدم فطائر، نقدم مأكولات هندية، نقدم العشار الهندي. حلو. لو عشاقه ويطلبونه. أكيد. هنا الكل يأكل. وبريكات طبعاً، معي بريك، نقدم بريك، ونقدم أيضاً توزيعات مناسبات يعني. حلو. وجبات سريعة يعني هذه الأشياء يقدمها
المتجر. طيب كذا كويس. طب جاهزه للمكونات؟ جاهزه حق الجلاب جامون؟ ان شاء الله تكون جاهزه. يلا باذن الله. طيب اعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود، خلوكم قريب. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد الفاصل، وزي ما شفتوا الأخت ممتاز قالت حتسوي لنا طبق هندي مشهور، ونسمع إيش هو الطبق اللي عندنا اليوم. طبق اليوم هو عبارة عن حلوى القلاب جامون، يعني حلو. الحلويات الهندية المشهورة يمكن تحضيرها بعدة طرق، لكن تعتبر هذه أفضل طريقة وأسهلها، وبإمكان أي واحد يعملها وتضبط عليه عنده من أول مرة بإذن الله. يعني اللي حياخذ الوصفة منك اليوم حيسويها من أول مرة. من أول مرة بتزبط إن شاء الله. سمعتوا يعني الله. لازم تسجلوا الآن الوصفة معاكم. طيب ندخل الله. في المكونات إن شاء الله. يلا ندخل في المكونات. المكونات هو عبارة بيكون معنا الشراب السكري. حلو، اللي هو الشيرة. الشيرة. يعني أنت الشيرة حضرتي. حضرتها مسبقا. إيش حطيتي في الشيرة؟ حطينا كوبين من السكر. حلو. كوبين من الماء. عصرة ليمون، خمس حبات من الهيل، هذا بالنسبة لي تحضير الشيرة. طيب كم دقيقة ممكن نتركها؟ طبعا أول نحرك السكر حتى يذوب في الماء، ثم نتركها تغلي لمدة 3 دقائق فقط. 3 دقائق فقط. هنا الشيرة بالنسبة لي القلاب جامون لازم يكون خفيف مش غليظ. حلو. حتى تتمكن هذه القلاب من تشريبه. تشرب الشيرة. ويزداد حجم. طيب لمكونات الشيرة إيش معانا؟ اللي بالنسبه لي هذه مكونات الشيرة اخذناها. الان معنا مكونات الجلاب جامون. عجين الجلاب جامون. ايوه تمام. 3/4 الكوب حليب بودر. حلو. ربع كوب معنا حليب سائل. حلو. وملعقتين ونصف السمن او الزبده المتوفر. حلو. هذا بالنسبه لي مكونات العجين. فقط 3 مكونات العجين. 3 مكونات. الحليب البودره والحليب السائل والسمن. بعد ذلك نضيف المكونات الاخرى، هذه مرحله اخرى. حلو. ان شاء الله. حلو. نبدا اشغل لك انا النار. أيوة اساعدك. اشغل لي النار. طيب تعالي هنا. يعني عشان تضيف المكونات. طيب بيكون النار على درجه. أيوة. عاليه ولا متوسطه؟ لا نحاول نحن نخليها على درجة منخفضة. طيب هذه الآن على درجة منخفضة. يلا أول قبل ما نولع النار نأخذ الحلة على جانب. حلو. أفضل كله يكون على البارد حتى نحصل على نتيجة مضمونة. تمام. طيب. أنا حابة أبعد لك الشيرة. تمام كذا. أيوة بالضبط. يلا خذي راحتك. نأخذ السمنة. أول مرحلة اللي هي إضافة السمنة في الحلة. تقريبا مقدار كم؟ ملعقة. ملعقتين ونص. ملعقتين كبيرة ونص. طبعا. حلو. بعد ذلك نضيف الحليب. الحليب السائل تقريبا مقدار فنجان. ربع كوب. ربع كوب. تمام نضيفه. يا سلام. نبدا بتقليبه. طيب كله على البارد يعني. كله على البارد من غير. بعدين بنحطه على النار ان شاء الله. طيب حلو. نبدا بتقليبه حتى يتجانس. نحرك الخليط لين يتجانس مع بعض. يتجانس مع بعض. ها. طيب حلو. انا حبعد هذه عندنا. أيوة. عشان تاخذي راحتك. نضيف الحليب البودر. يا سلام. تقريبا مقدار كوب. 3/4 الكوب. 3/4 الكوب. حلو. يعني كوب الا ربع مثلا. ايوه كوب. طيب. الا كوب الا ربع. ايوه نحاول تحريك المكونات مع بعضها البعض لين تحصل على لين عجين. بتصير عجين او تكون بس شويه متماسكه. شويه متماسكه. اذا حلو. حسينا انه العجين يحتاج الى حليب سائل حنضيف حليب. نضيف له حليب باذن الله. حلو. يعني انت هنا جايبه حليب زايد من باب اذا كان ناقص. ايوه حلو. لازم يكون الان. ايوه شايفين تماسكت معانا. تماسكت. طيب هتغير تستخدمي الملعقه الثانيه. ايوه حلو. نحاول بقدر الامكان. خلاص ما نحتاج لها. طيب. نحاول بقدر الامكان نقوم باخراج العالق اللي في الاطراف. طيب متى حنبدا الان نضيف على النار. الان على النار. التقليب حيكون التقليب بشكل مستمر. صح؟ مستمر. أيوة. لحد لما تتكون معنا عجينة متماسكة. ممتاز. تكونت العجينة المتماسكة يعني خلاص انتهت المرحلة هذه. يعني ما شاء الله تبارك الله مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت. أيوة. طريقة أنا شايف ما شاء الله تبارك الله جدا سهلة. سهلة مرة. صراحة شهيتينا في الحلى الهندي. إن شاء الله بيعجبك بإذن الله. طب ما شاء الله تبارك الله أنت عندك حب للطبخ، من فين تعلمتي الطبخ الهندي؟ والله الوالد الله يغفر له ويرحمه كان هندي الاصل. ما شاء الله. هو لكن الوالده حضرميه طبعا. الوالد حضرميه والاب هندي اصل. الوالد هو اللي علمنا احنا الطبخ الهندي. فانت اخذتي الطبخ الحضرمي والطبخ. أيوة. الهندي. ايوه ما شاء الله الحمد لله. طب ايش اطباق هنديه تسويها مثلا غير الجلاب جامون؟ في اللدو وفي راس ملاي. ما شاء الله. حلوى الجزر يعني في مجموعه من الحلويات. حلوى الجزر كمان ما شاء الله. أيوة. طب بتسوي غير الحلويات موالح مثلا ادامات صانات؟
ايوه بنسوي عند بالنسبه لي نسوي تشيكن باتر تشيكن باتر تشيكن ما شاء الله والدال والدال ايوه والدجاج الدال بالكاري اللي ما يعرف اللي هو العدس دجاج بالكاري ما شاء الله في برضه صان حيدر من حيدر اباديه اللي عباره عن باذنجان بالخشخاش ممكن نستخدم بالخشخاش ممكن نستخدمه ايضا بالبدل نستبدل الباذنجان بالدجاج بالدجاج دي كانت الوالده دائما تسويها لنا ايش قصدك الباذنجان كان... الخشخاش يعني كيف خشخاش الباذنجان هذا عباره عن الخشخاش عباره عن نبته صغيره يحطونها مع ال... آه مع الهوده مع ال... ما شاء الله تقريبا تحدي. بدات عندي تتكون عجينه ايوه لاحظ الان يتماسك معك بدات تتماسك العجينه يا سلام هذا كله على شوي. نار ايوه على نار تقليب مستمر نحاول اللي في الاطراف هنا تبارك الله نحاول نجمع المكونات كلها أيوة. مع بعض حتى حلو. ما تحترق حلو ممتاز لا ما شاء الله تبارك الله بدات عندنا العجينه تتكون لاحظ العجينه بدات الان تتكون طيب هذه متى حنبدا نضيفها الان بعد ما تتكون العجينه بعد ما تتكون العجينه حلو اتركها كده تبرد دقائق حلو ثم نضيف المكونات الاخرى لها طيب بعد تكوين العجينه وبعد اضافه هذه المكونات ايش حتكون المرحله الاخرى نقوم بعجن هذه العجينه بعجنها وتكويرها حتى نتحصل على عجينه ملساء ومرينه مره حلو. ملساء وناعمه في هذه المرحله بعدين خلاص ما شاء الله انا شايف انه عندي بدات تتكون ايوه عجينة. نقوم بالتقسيم وبعدين بالتكوير حلو بدات تشوف لاحظ تغير قوامها اصبحت زي العجين صارت فعلا زي العجين بالضبط ايوه بالضبط يا سلام كذا اللي مو داري حيشوف حيقول يمكن بيض ايوه بالضبط الان نحسها انها عجينه خلاص عجينه متماسكه خلاص. عجينه ناعمه جاهزه الان يا سلام ايوه بالضبط طيب لاحظ حتى تفصل لحالها اذا الان نوضعها على جنب على جنب طيب حطها هنا في بس نزليها هنا ايوه نزلها هنا كامل حتنزليها هنا تبرد حلو حتى ريحه السمن عندي طالعه ما شاء الله تبارك الله طيب. تبرد قليل دقائق ثلاث دقائق دقيقتين حلو بحيث انه بامكاني اني نعجنها والحراره وانت بالضبط درجه الحراره نتحملها يعني صح طيب هذه المكونات هذه المقادير تقريبا كم صنف تسوي لي؟ خلاص تحتاجي نار ولا قفلها؟ ايوه خلاص نقفلها بعدين أيوة. نحتاج رابع واحد ايوه تمام هذه الكميه بتسوي لي 10 حبات حجمها كبير 10 حبات حجمها, حجمها كبير يعني زي كبير. حجمها هذه الملعقه المعياريه حلو لو اني بغيت حجم وسط تسوي لي 17 حبه ما شاء الله يعني طبعا على حسب الكميه على حسب وعلى حسب الذوق يعني في بعض الناس يفضلونها كبيره كذا حلوه وني نفضلها كبيره يعني تستمتع لما تاكلها كذا وتحس بالعصاره داخلها صح تحسي الشيره كذا تعزز أيوة. وتحسيها كذا يعني وتدوب بعدين في اللينة في الفم تدوب أيوة. في الفم يعني افضل قد نفضلها طيب الان حنخليها تبرد تبرد شويه ايوه بعدين ايش حنضيف عليها بنضيف عليها الحليب الدقيق الدقيق ملعقتين مقدار كم ملعقتين ملعقتين أيوة. معياريه ونصف ملعقه نصف ملعقه معياريه هذه هذا عباره عن بيكنج بودر. بودر حلو وبعدين هذا الحليب البيكنج بودر عشان يساعدها معنا. على الانتفاخ أيوة. تمام الحليب عندنا الزبده اللي مجرد انه بعدين عند التكوير بنستفيد منه اها حلو الان هذا الحليب بنضيفه الى العجينه لان العجينه لازم تحتاج الى سوائل سوائل صح ممكن خصوصا انك انت كمان حتضيفي دقيق بالضبط ثاني بستخدم يا اما ملعقه ونصف او نكتفي بملعقه واحده فقط على حسب يعني على حسب احتياجات العجين أوكي. يعني انت في البدايه حتحطي مثلا ملعقه أيوة. حتحطي الدقيق وتبداي تعجني أيوة. اذا تحتاجي الى حليب حتبداي تضيفي ممتاز ممكن حتى الان خلاص ايوه تقريبا بردت تقريبا بامكانك انك تلمسها لاحظ حلو. شوف لاحظ ملمسها ناعمه جدا ناعمة شايف ما شاء الله تتفتفت ايوه تتفتفت هذه من معناته انه هي كذا هذا الان خطوه ممتازه خطوه جيده والعجينه ممتازه عندك الان موضع الحليب يعني فعلا زي ما قلنا من اسمك نصيب ممتازه والخطوه الله يحفظك يا رب وكل اللي تسويه ما شاء الله تبارك الله ممتاز الان نضيف الحليب عفوا الدقيق ضفنا الدقيق والان ضفنا البيكنج بودر الان نبدا نعجن نبدا اول حاجه نضيف ملعقه فقط فقط ملعقه نشوف اذا هي محتاجه نضيف حلو ما نستعجل طيب الان اضفتي ملعقه ايوه تمام حنبدا نعجن المكونات لاحظ اول حاجه نلم العجين حلو نخليها تتداخل مع بعضها البعض طيب انا بسالك سؤال أيوة. في ناس لما تدخل المطبخ او بعض الشيف لما يدخل المطبخ ما يحبوا احد يساعدهم وفي البعض الاخر لا يحب يشارك عياله يشارك اطفاله أيوة. اخوانه انت من اي نوع بكل صراحة بصراحة أنا من النوع اللي ما يحب حد يساعد بحس أنا من النوع يدخل... إذا دخلت أيوة. المطبخ ما أحب أحد يدخل معايا نشتغل ولا يتدوق ولا شيء لين أنا أخلص أيوة حتى الدوق ما نتدوق نهائيا يعني الحاجة اللي نسويها نحبهم هم يتدوقونها حلو حلو سبحان الله أنت من هذا النوع اللي أيوة. ما تحب أحد يدخل يزعجك في المطبخ الآن لاحظ جمعت العجينة كلها ما شاء الله الآن مرحلة العجن لما تعجنها بهذا الشكل
عشان تتفتفت معانا تمام وتصير ناعمة، واي تكتلات في العجينة بتنهرس معانا بتنهرس. حلو، لاحظ بهذا طيب الشكل. بهذا الشكل. طيب في سؤال كمان بسألك اياه، نحن عشان نحبب الأطفال في بعض الأكلات، يعني زي مثلا أكثر الأطفال ما يحبوا الخضار، أيوة، إيش ممكن أنت تسوي طريقة تخليهم يحبوا هذا الخضار؟ أيوة، ممكن مثلا على سبيل المثال نعملهم نحطه في المعجنات. حلو. عندك البيبار، ممكن نعملهم حتى حلو. الأندومي هذا اللي يحبونه، ممكن نعملها. أيوة. يحبون الأندومي، الأندومي بس الخضار. الأندومي ضارة يعني أكلها بكثرة، إذا شفتم يعني يحبونهم يأكلونها كده مصرين دخل لها خضار، صح، حط لها البيبار، حط لها الجزر، حط الكوبيش، بهذا بالشيء اللي يحبوه تخليهم يحبون بس تطلع حلوه برضه. ما شاء الله تبارك الله، استراتيجيه حلوه هذه. ما شاء الله. طب بتخلي عيالك الصغار يشاركوك في الطبخ؟ ايوه بتخليهم يشاركوك في الطبخ عشان يحبون الطبخ. في احد طب من عيالك من بناتك بيحب الطبخ مره؟ أيوة. يعني بنت الصغيره منك. ما شاء الله بنت الصغيره مره تحب تطبخ وتجرب الطبخات اللي نسويها، هي تدخل المطبخ يعني تتعلم ورثه الاكل منك. ايوه تجربها بنفسها. ما شاء الله. اهم شيء تضبط الاكل زيك. أيوة والحمد لله. ايوه ممتازه. طيب الحين لاحظ الان العجينه عجنتها، ها يعني تعجنها دقيقتين لحد لما شوف، لاحظ ما شاء الله صارت عندك عجينه ممتازه. اصبحت عجينه ما شاء الله. اليوم شكلي أكثر واحد قال اسمك الآن. عجينة ممتازة وصفة. الحمد لله. شفت الآن بقسمها نصين. نصفين. حلو. هل ممكن نخليها ترتاح ولا لا على طول بإمكاننا نبدأ فيها؟ لا بإمكانك أنك تبدأ بها فيها، بس إذا حسيت يعني ما يحتاج إنه هي تبرد، لازم ترتاح 3 دقائق. 3 دقائق. ضروري ممتاز. يعني ممتاز. لكن ممكن عادي. حلو. طيب حنسويها بشكل طولي عشان يسهل عليك إنك تستخدم أيوة. ممكن حتى نقسمها جزئين. حلو. استخدم الجزء ده بعدين الجزء الثاني. يا سلام. طيب ناخذ طيب. مثلا الان انت حتكوريها صح ولا لا؟ ايوه. بعد هذه المرحله ايش حيكون عندنا الان؟ مرحله هذه تكويرها بالضبط، هذا بهذا الشكل. حلو. تحاول اول شيء تضغط عليها عشان تحصل على كتله متناسقه، بعدين طيب. تكورها. بعد التكوير حتبدا مرحله عندنا، ايش هي المرحله؟ مرحله الثانية. القلي. مرحله القلي. ايوه. بعد ما نسوي العجينه ونكورها نبدا نقليها. ايوه. حلو. حنقليها على درجه حراره عاليه ولا تكون اول درجه حراره؟ درجه حراره تكون متوسطه في البدايه. متوسطه في البدايه. بعد ذلك بعدين ترفعين درجه الحراره. ممتاز. حلو، عشان ما يتكسر معك او يتفتفت معك. أيوة. طيب ممتاز. حلو. كم تقريبا حيكون معنا في الزيت؟ يعني ممكن دقيقتين 3 دقائق في الزيت بتكون نترك على حسب يعني نضوجها. حسب النضوج. أيوة. صح، يعني بالنظر اذا شفناها اخذت اللون الذهبي حنبدا نشيلها. أيوة. من الزيت. طيب تمام. الحين ما شاء الله حنبدأ نكور. يلا بتكور، ساعدني في التكوير. يلا أساعدك في التكوير. يلا. طيب قلتي أول شيء إيش؟ نأخذ الكمية معانا. طيب نقول بسم الله. يا سلام. بتخلي عيالك يساعدوك في هذه الخطوة؟ أيوة. طيب ما شاء الله نعرف إنه البنات هم أكثر ناس بيدخلوا المطبخ. طيب هل من العيال في نصيب لهم عندك في البيت يدخلوا أيوة المطبخ يساعدوك؟ هم يساعدني بس يحب يشتغل. ما شاء الله. لو مثلاً جات على نفسه حاجة طبخة. وشافني مشغولة أو يدخل هو يسويها. يدخل يسويها. برافو عليه والله ما شاء الله. طيب نحن عشان اختصار الوقت حنسوي مثلا 4 حبات. أيوة. حنقليهم بعدين نكمل الباقي نحن على رواق. طيب يا سلام. طيب هذه عندي كذا صارت جاهزة، أشغل النار؟ شغل النار. طيب تعالي أنت كذا هنا. يا سلام. أجيب لك هذا هنا عشان تقليه براحتك. تشتغل ايوه بالضبط. اخليها على نار عالي ولا وسط؟ لا خليها على وسط بعدين بنهدي ان شاء طيب الله. طيب تمام. خليت لك اياها الان على وسط. ايوه. يا سلام. طيب حنبدا نجرب بالمكونات بال4 حبات اللي عندنا. ايوه خلاص. طب ابدا انت كملي لين أيوة. يجهز عندنا. بالضبط. يا سلام. لين عندنا الزيت ياخذ درجة الحرارة اللي انت تبغيها. حاول حتى نخليها مقياس واحد. طيب ما قد اضفتي صنف جديد مثلا تعلمتي اخر صنف، ايش اخر صنف عندك في المتجر؟ اخر صنف سويت كفتة التونة. كفتة التونة؟ البطاطس. نعرف كفتة الدجاج، كفتة لحم، سويت كفتة التونة. أيوة سويت. حلو، يعني ممتاز دائما تتميز بشيء. أيوة معين. ان شاء الله. طيب كيف كان اقبال الناس على هذا الطبق؟ عني خرجته على السيارة. لسه يعني جاري. أيوة يعني ما شاء الله. طيب الزيت عندنا كذا تمام ولا عادوا شوي؟ عاد تقريبا شوي. عادوا شوي صح؟ عاد شوي. طيب ما شاء الله تبارك الله. مين أكثر واحد في البيت يطلب منك هذه الحلا؟
الكل كان يطلب. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله زوجي يحبه مرة. ما شاء الله تبارك الله. أكيد ما أنت تعلمتي الوصفة منه. أيوة. ما شاء الله. زوجي مش والدي. زوجك صح، عفواً زوجك صح. أكثر واحد يحب هذه الأكلة. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. طيب وأكثر أكلة عيالك يحبوها منك؟ الشاورما. الشاورما. أنا لازم أجرب الشاورما. إن شاء الله. أنا من عشاق الشاورما كمان. يحبونها. أنا من عشاق الأكلات كلها. عشان ما يقول الناس كل أكلة يقول من عشاقها. طيب. يا سلام. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، معانا ستة جاهزين وهذه السابع في يدك، يعني فعلا زي ما أنت قلتي عشرة. ممتاز. بس نحاول نخلي الكرات كلها يعني متساوية في الحجم كده. أيوة عشان في التقديم يطلع بشكل حلو. ممتاز. طبعا أنا شفتهم، شفت يعني أنا أشوف الهنود في بعض المقاطع وكذا، وأشوف في السعودية لما يسوونها يسوونها بحجم أوقات تكون أكبر من هذا. أيوة كبيرة. جيكي مستطيلة شوية بيضاوية. مستطيلة كدا. وفي بعضها حتى الأحيان يسوونها محشية، يحشونها ب. أيوة. أو يسوون ألوان. بعضهم يحشونها بقشطة تقريبا. أو شيء زي كذا. أو يسوون ألوان فيها. صح. بس أنا أغلبهم يشوفوها بحجم البيضة، تكون بيضاوية جيكي. أيوة. كبيرة. بيضاوية. أيوة صح. طيب. نشوف ال. طب كيف حنعرف الزيت؟ ممكن. أيوة. تحطي قطعة صغيرة. قطعة صغيرة. حلو. يا سلام. لازم يا شوف لاحظ. ممتاز. تعلمينا الطبخ الهندي كمان ان شاء الله. هل انت بترفع النار؟ لا خليها هكذا متوسطه كذا. كان هو متوسط خلاص يعني خليها هكذا هاديه. طيب شوف لاحظ تبدا هذه تعمل فقاعات. حلو. فقاعات يعني كذا عندنا انه صار تمام. ايوه صار بالنسبه للزيت الان جاهز القلي. يعني ما يكون على زيت حار، يكون على لا زيت لو كان على زيت حار بسرعه بالسطح الخارجي للكره السطح الخارجي بيستوي لكن الداخل بيكون الداخل بيكون بالضبط. بالضبط. ممتاز. يعني هذا السر عندنا. حلو. طيب لو احد طلب عندك، لو احد طلب عندك في المتجر اكله مش موجوده عندك في المتجر، هل ممكن تسويها؟ ايوه سويها. ممكن تسويها إذا كانت يعني بإمكاني نسويها نسويها. حلو حلو. هل بتعملي كميات كبيرة للمناسبات مثلا؟ أيوة نسوي زواجة. يعني مثلا 150 200 300 300 كثيرة بالنسبة لي. حلو. إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله في المستقبل. ليش لا، أنت قلتي إن شاء الله في المستقبل ناوي تفتحي. أيوة. محل بإذن الله. إن شاء الله في المستقبل نشوف لك محل ونجيك نزورك فيه إن شاء الله بإذن الله. طيب الباقي حتحطيه؟ أيوة بنحطه وشيد الله. يا سلام. حاول نحط. أنا شايف الفقاعات بدأ عندي تطلع. أيوة. يعني كذا النار ممتاز. أيوة. لاحظ الحبة اللي وضعتها في البداية. أيوة. لاحظ. بدأت. أيوة. ارتفعت على السطح. ارتفعت. هذا يدل على أن فعلًا هذا الكرة خفيفة جدًا. حلو. طبعًا. حلو. وإنها بتتشرب بعد ذلك الشيرة لما نوضعه. بكل سهولة. كل سهولة. ممتاز. طيب حلو. هل نقلبه ولا نحطه؟ أيوة الحين نحطه هكذا. طب أقلبه الآن ولا بعدين؟ لا نحاول الآن شوية. بعدين يعني. أيوة. انت تقلبيه اول ما تشوفيه اهزه كده قليل. اهزه قليل. أيوة. اهزه قليل بالضبط يعني كذا مثلا. ايوه نساعدها. ايوه. يا سلام شفتي. يا سلام ممتاز. ما شاء الله. طيب ابغى اوري المشاهدين ممكن اوريهم يعني كيف صارت عندنا. ايوه انتفخت. ايوه شايفين الحاجة. كيف صارت عندنا بهذا الشكل. لسه الى الان هي ما استوت. أيوة. بالكامل نضيف الكرات لكن المتبقية. نرجع نكملها. يا سلام بهذا الشكل. يا سلام خلاص اضفنا. أيوة. باقي الكور. طب هذول زعلانين ولا ايه؟ زعلانين بكورهم لو سخاني بهم. طيب هذه خلاص اضيفها. ايوه كوره عاده قليل كده. طيب أيوة تبيها تتماسك اكثر. تتماسك يعني. اكثر لانها لازم العجينه ترتاح 3 دقائق. صح. فنحن اختصارا للوقت. اختصارا للوقت طبعا. بس ان شاء الله تضبط. يا سلام دفها شويه تحت كده. يعني مجرد تقليب. لا تساعدها بس على انها تصعد. حلو. الان نقلبها. ممتاز. شايف انا بعضهم اخذوا اللون الذهبي. اخفف. أيوة. النار. اخففنا بالضبط. خلها على الهادي. خليتها على اخف حاجه. ايوه بالضبط. يا سلام. عشان زي ما انت قلتي انه مش تستوي من الخارج بس. لا تستوي من الداخل. من الداخل من الخارج. طب بالنسبه للون هل هو يكون يعني اصفر يكون لا غامق بني مثلا؟ على حسب رغبتك. هو يكون اللون الذهبي هو الافضل. الذهبي. لانها بعد الذهبي مايل الى الاغمق. ايوه الاغمق. فلما بعد تحطها انت في الشيره تتشبع. ما شاء الله. طبعا تتشرب الشراب السكري لونها يقل شويه. ما شاء الله. يعني حيرجع يخف لونها بعد. أيوة. ما تشرب السكر. حلوه بس. حلو. وعدل اللون على حسب الرغبة. بعض ما شاء الله شوفوا اللون عندي بدأ ياخذ. أيوة بعد اللون الذهبي. ونستمر. حلو. في التقليب. نستمر في التقليب. نستمر في التقليب. حلو. حلو. لين لما نحصل على
بعدين لون واحد حتشليها من هنا على طول في على الشيرة الشيرة وتكون الشيرة هني ساخنة. طيب ممكن ترفعي توري المشاهدين أيوة. كذا كيف صار يعني ترفعي كم حبة مع بعض. يا سلام بدأ كيف. اللون ها يا سلام لاحظ بدأت اللون حلو. تأخذ اللون الذهبي نسمك التدريب الآن لا ممكن أيوة ممكن دحين ممكن تولع لي على الشيرة أولع لك الشيرة أيوة لأنها تكون لازم الشيرة ساخنة وفعلا نحن قد سخناها مسبقا حلو يعني هي شبه ساخنة وهذه خليها على النار عالي ولا وسط لا خلي على نار وسط اسمها طيب. إذا نستمر في تقليب الباقي تمام تقريبا بدأت الحبات هذه ها تأخذ اللون بدأت خلاص تستوي لأن احنا حتى وضعناها في البداية يعني صح أيوة يا سلام مباشرة من الزيت لا شيرة على طول مباشرة على يعني مش نلمها برا لا لا نهائيا يعني الزيت الشيرة تكون ساخنة صح. والكرات تكون ساخنة حلو عشان لو خرجناها وما دخلناها على الشيرة ممكن الكور عندنا تهبط ايوه بالضبط وبعدين راح الكرة هذه حجمها وبيزداد اكثر ما شاء الله ايوه شفت انا مع القلي ما شاء الله أيوة. كبرت ايوه بتزداد اكثر وعلى لما تشرب الشيرة ايوه لما تشرب الشيرة عادي يزداد اكثر واكثر ايوه بالضبط علشان كده انت لما تسويها تقسمها الى كرات خلي الكرة متوسطة لأنها بيزداد حجمها صح يعني تكون حقت لقمتين ايوه لاحظ الان ايوه حتى لو كانت لقمة حلوة واحدة احلى تكون حلوة احلى الان خلاص نطفي على النار هذا خلاص أيوة. نحتاجها الان شوف لاحظ حاول الان في الشيرة ما شاء الله فعلا فعلا الحجم حقها بدها يكبر شفت هذه القناب جامون زي الاسفنجة شفت الاسفنجة كلها عبارة عن داخلها تتشرب لك الاسفنجة لما تشرب صح. الماء القلاب هذه بتشرب بتشرب الشيره زي ما يشرب الاسفنج الماء بالضبط ما شاء الله الان دخل لك مصطلحات علميه لا عادي عادي ما شاء الله تبارك الله طيب انا حبعد الدنيا عندنا عشان صراحه نحن متحمسين أيوة. للاكله مره. نحاول بهذا الشكل طيب نتركها في الشيره لحد لما تغلي الشيره لو غليت الشيره خلاص نطلعها وغطت القلاب أيوة. نطفي عليها نطفي النار بس نطفي النار طب قديش نخليها في الشيره ولا هي ممكن تكون لا في الشيره لا دقائق لا بس بعد ذلك نخليها ساعتين كامله ترتاح في الشيره حلو عشان تتشرب تتشرب ايوه تشرب. زي ما الاسفنجه تتشرب الماء بالضبط تتشرب الان لاحظ نبغى بس الشيره تغلي قليل وبنطفي عليها طب حمستينا شيف ممتاز حمستيني بندوق بسرعه ان شاء الله بتذوقها طبعا طيب لازم هذه ترتاح ساعتين باذن الله ساعتين يعني خلاص وبعدين يقدمونها حتى مع الايس كريم ياكلونها ايوه انا شفتها صح يضيفوها مع الايس كريم مزبوط خلاص طب نحن خلاص ممكن نغطي عليها بس طيب. مشان ترتاح خلاص يكفيها هكذا تشرب طيب حلو لانها بترتاح عادها ساعتين طيب وبتشرب شراب السكري طبعا لاحظ انها تطفو فوقها تطفو أيوة يعني كذا هي معنا مزبوط بس في معلومه لو كانت القلاب جامون ما طفت لك على الشيرة يعني بيكون هذا حجمها كبير معناته انه كمية الدقيق تكون كبيرة يعني او انها تكون كمية الحليب كبيرة حلو هذه معلومات حلوة نفهموها أيوة. عشان يعرفوا خطأهم بعدين لازم هنا لما تحطها لازم تكون طافية بالشكل حلو تكون على السطح معنا على السطح بالضبط طيب. وايضا الشيرة تكون خفيفة حلو ما تكون غليظة زيها ممتاز. حق الكنافة طب انا سمعت انك انت محضرة مسبق ايوه محضرة مسبقا طيب هذا هو الطبق عندي تفضلي ايوه يا سلام في هنا موجود معنا الصحن هذا طيب ممكن حتى بسم الله هذا بيكون شكلها بعد ما ترتاح ما شاء الله ساعتين. تبارك الله لاحظ الحجم كيف يكبر فعلا. يعني حجمها يكون كبير وبعدين يقدمونها بارده يزينونها بالفستق حلو انا شايف انت هنا اضفتي الشيره مع الكرات صح ايوه لازم هو يقدم في نفس الطريقه يعني ما تطلعيه من الشيره وتقدميه كذا حالاته انك تقدمها مع الشيره لما تاخذ حبه تحطها هنا تحط لها قليل من الشيره هم هكذا يقدمونها حلو وكمان هل هم بيقدموه مع الفستق ولا انت اضفتيه من باب التزيين؟ لا هم يقدمونها مع الفستق يعني مجرد زين الفستق ممكن تخليها بدون فستق مهي مشكله لا ما شاء الله تبارك الله يعني الديكور لحاله مع الطبق صراحة مشهي ايوه ان شاء الله طيب هذه وصلنا لافضل فقرة عندي هي فقرة أيوة. التذوق نبدا يلا نقول بسم الله انا حنزل لي هنا كورة ايوه طيب بسم الله يا بسم الله حتى الشيرة انا شايفها خفيفة ما شاء الله خفيفة لازم الله. تكون الشيرة مكورة خفيفة. عندنا بشكل حلو اضيف عليها شيرة ايوه اضيف عليها شيرة قليل يا سلام طيب شايفين كذا ممكن معايا. تقسمها حتى ممكن اقسمها طيب بسم الله بسم الله شوف لاحظ يا سلام شوف لاحظ لازم المشاهدين يشوفوا كيف صارت معانا زي ما انت قلتي فعلا زي الاسفنجة لما شربت الماء أيوة. القلاب جامون شرب السكر ولما حتى تحطها في الفم بتلاحظ ان العصارة معك. كلها صح. تخرج في فمك يعني وناعمة مرة ما شاء الله تبارك الله طب نقول بسم الآن. الله
نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لذيذة والله. ايش رايك فيها؟ ما شاء الله تبارك الله. فعلا قلاب جامون على اصوله. ايوه الحمد لله. فعلا فعلا تسلم الايادي. الله يخليك. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية. وشكرا على هذا الطبق اللي هو أكثر من ممتاز. ما شاء الله. طيب كلمة أخيرة حابة توجهيها للجمهور. والله أولا أشكر قناة حضرموت على هذه الاستضافة الرائعة وهذه لفتة جميلة منهم لدعم مالكات المشاريع. حلو. والله نحب نقدم كلمة للجمهور أنهم يجربون، خاصة النساء بالذات، يجربون الوصفات، يحاولون يبتكرون في مطبخهم، يجددون أكلهم. هذه يعني نحب نصيحة، ويكون أكلهم برضو صحي في نفس الوقت. حلو ممتاز. طيب يعطيك العافية شيف ممتاز، كنت ضيفة خفيفة لطيفة علينا. الله يسعدك، شكرا لتواجدك معنا. إن شاء الله. شكرا. طيب أعزائي المشاهدين، بعد ما شفتوا الوصفة صارت عندنا جاهزة وتذوقتها، وفعلا فعلا فوق الممتاز. صار الوقت أنكم أنتوا تجربوا الوصفة، ونشوفكم بإذن الله في حلقة قادمة. في أمان الله. شوية ولقتي حق لما سألتني السؤال حق هود